تعادل سلبي بدون اهداف بين الاهلي وسموحه، هذا هو ملخص الشوط الاول. فاصل نرجع نشوف راي محللينا الكبار في احداث الشوط الاول، انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تعادل سلبي في شوط اول والتعادل في صالح سموحه حتى الان، ولكنه لا يخدم النادي الاهلي. اه كابتن ايمن، هو ده اسلوب لعب فريق سموحه وهما بيطبقوه صح. وقلت لك انت اللي بتجبر الناس انها ترجع لورا، وانت اللي بتفتح المساحات برضو في نفس الوقت للناس انها تبقى معاك في الجزء الثاني من خط 18 بتاعك، او انت اللي بتديهم الشخصيه، انت بتديهم الامل ان هما يقدروا يلعبوا معاك في ال 45 دقيقه اللي بتتلعب. ده لو كانت 45 دقيقه، يعني كل شويه واحد بيقع ونفس الراجل يقع. واحنا في الموال مع سموحه والهاني ورضا والدنيا دي كلها، بس مش مشكله. المشكله عندك دلوقتي ان احنا بعد تاخر المنافس، خدت بالك، وربنا بعت لك تعادل، ما ينفعش انك تقدر التعادل ده بصراحه. لازم يبقى فيه تغييرات وتعديل وتدوير في الفريق لمباراه النهارده. النهارده انت لو خدت المباراه دي اعتقد انك بتقطع خط كبير قوي ناحيه البطوله، لان بتعمل حاله احباط بقى لكل الناس اللي حواليك. بتكسب بقى باداء، بتكسب بعد بتبعد كمان. المهم الثلاث نقاط ايمن لازم يبقوا موجودين ان شاء الله. محمد هاني كويس، يقدر الراجل يستغنى عن الباك رايت، وعندك كريم فؤاد، ويحط حسين الشحات قدام. لازم تغييرات تبقى سريعه جدا الحقيقه. ايوه، وطبعا قفشه لازم يبقى موجود. ومين تاني عندنا؟ وإليو ديانج. الثلاثه دول عنصر اساسي النهارده في تعديل النتيجه بالنسبه لي انا. ولازم سرعه تواجدهم في الملعب يكون موجودين، لان ده هيعمل حاله نشاط كبيره قوي، حاله امتدادات كبيره جدا. ولكن لما اعمل امتداد لازم الاقي لعيبه قدامي كمان اعمل لها الامتدادات. يعني انا ما ببقاش محمد شريف قاعد بس يجري يمين ويجري شمال وعلى طول اوف سايد والكره ما بتروحلوش سليمه او في التايمنج المظبوط. فاحنا انت مش قادر حتى تحس بالعمق الهجومي بتاعك لانك في تاخر. ايوه، التاخر ده والتفكير والهدوء اللي انا كنت بطالب بيه. احنا انا وبلال بنقول لك عايزين سرعه في الاداء، وعايزين ناس تتحرك وناس تيجي عشان نقدر نمرر لها ونضرب الدفاعات اللي موجوده بتصويبه باي شيء. ولكن كله كان ناقص ثانيه، ناقص الباس على طول، مش برؤيه سليمه. فبنتمنى لهم الشوط الثاني ان النشاط يدب بالتغييرات، وهنلاقي باذن الله الحياه باذن الله ان شاء الله. كابتن اسامه، تقييمك للشوط الاول فنيا من الفريقين؟ يعني احنا سموحه هو عايز كده، وكان هيجيب جون او اتنين، واحده اللي فوتها لإيجولا، وإيجولا شاطها والشناوي خبط، يعني طلعت بره مع الراجل فطلعت فوق. وفي قبليها انفراد لاحمد سعيد، شالوا الشناوي، الشناوي شالها، فالهجمات المرتده بتاعتهم خطيره وهو بيلعب على كده. فمش هنتكلم على سموحه. المشكله في النادي الاهلي انه مش متحكم في ايقاع اللعب. بيلعب بسربعه كبيره جدا. في فرق يا ايمن بين السرعه في الاداء وفي فرق بين السربعه. السرعه في الاداء يعني انا بلعب الكره بسرعه بس فيها اتقان، فيها دقه، فيها كرات عرضيه مظبوطه، في تمريرات بينيه مظبوطه، كل حاجه مظبوط، بس فيها سرعه في ادائي. لكن السربعه ان انا شكلا بلعب بسرعه لكن كرات كتير مقطوعه، الكره ما بتكتملش. ثانيا انت مش متحكم في ايقاع اللعب في وسط الملعب، ودي يمكن انا اتكلمت عليها بسرعه في بدايه الشوط، وقلت ان برونو سافيو بيعلق قدام مع شريف كانه راس حربه، في فجوه بينه وبين السوليه وحمدي فتحي. يعني هو بيلعب اللي هو تسعه او تسعه ونص، قصدي تسعه ونص او عشره، يعني اللي احنا بنقول عليه اللي هو تحت راس الحربه، المفروض هو اللي بينزل عشان يعمل ايقاع لفرقه النادي الاهلي في تحكم والاستحواذ والسيطره في الكوره. يعني بيستلم من السوليه، بيستلم من حمدي فتحي عشان يلعب شريف، عشان يلعب كريم فؤاد، عشان يلعب احمد عبد القادر، وبعد كده يطلع يكمل للامام. لكن ما علقش لقدام وافصل الاثنين او الثلاثه بتوع نص الملعب او الاثنين حمدي فتحي والسوليه عن الجزء الامامي. ولذلك انت شريف مش هتحس انه عمل حاجه لان الكره مش بتوصل له مظبوط. فانا شايف انه زي ما شريف قال الثلاثه وانا كاتبهم، انا شايف ان قفشه ينزل تحت راس الحربه،
حسين الشحات ممكن يبقى مكان كريم فؤاد ناحيه اليمين وديانج ومحمد هاني ويبقى كريم وديانج لانه ديانج الهجمات المرتده علينا خطيره لازم تعطيل يعني حتى حمدي فتحي والسوليه لو كملوا لازم يبقى في تعطيل للعب لان هم بيروحوا بهجمات خطيره ناحيه احمد سعيد ناحيه اليمين وصديق جولا الناحيه الثانيه ناحيه الشمال. كابتن عادل لين عدمت الخطوره على مرمى الهاني سليمان الشوط الاول؟ عشان طريقه اللعب شويه يمكن حته انك انت معلق واحد تحت المهاجمين اللي هي بيلعبوا 4-2-3 4-2-3-1 هي دي اللي مخليه انك انت تبقى في الناحيه الهجوميه مش قوي وبشراسه، لكن لو حبيت ان وقررت انك انت تعدل الطريقه او تعدل الافراد انا افتكر ان تغييرين كفايه يمكن الشحات وقفشه بس ينزلوا مكان مين وده المهم مكان محمد هاني ومكان صافيو عشان لازم تغير طريقه لعبك بمعنى انك انت لازم تلعبها ثلاثه في القلب عبد المنعم وحمدي فتحي ومتولي تلعب ثلاثه فلات وتلعب كريم فؤاد ناحيه اليمين الاربعه بتوع نص الملعب ومعلوم ناحيه الشمال والسوليه وقفشه علشان قفشه يوم لما يروح يكمل حمدي فتحي يطلع قدامه لكن انت تلعبها بتلاقيه 3-4-3 والثلاثة اللي قدام عبد القادر وشريف والشحات وتقدر تطور ولكن ليه انا قلت كده؟ علشان طريقة لعب سموحة، طريقة لعب سموحة حاطط جبهتين جبهة شمال وجبهة يمين فيها أفراد ما بيشتغلش من نص الملعب فأنت لما تعملها على 3-4-3 هتبقى بالطريقة الأفضل وهي 3-4-3 بتتغير لإيه؟ إن حمدي فتحي لما احنا الأهلي بيهاجم حمدي فتحي بيطلع جنب السوليه وقفشه بيطلع في مكانه وكريم فؤاد بيكمل بس بيكمل منين؟ مش من تحت خالص زي محمد هاني او زي علي معلول كمان من تحت خالص. ميزه 3-4-3 بتبقى الاثنين اللي بيلعبوا على الطرف بيبقوا نص ملعب مش بيبقوا في المدافعين فانت بتبقى في الناحيه الهجوميه اعلى وبتبقى اكتر وسرعتك بتبقى اعلى وعدم الاجهاد. كابتن بلال سموحه قفل لك نص الملعب وقفل لك الاطراف وبالتالي انعدمت الخطوره على مرمى هاني سليمان، الحلول الشوط الثاني لتشكيل الشق لتغيير الشق الهجومي من بدايه الشوط الثاني. شوف يا كابتن هو مشكله النادي الاهلي في الشوط الاول هو ان ما عندناش تحكم في رتم الاداء، يعني انت النهارده مش قادر تتحكم في رتم الاداء، انت على طول بتلعب على اطراف الملعب، نص ملعب عندك فيه مشكله كبيره جدا جدا، برونو سافيو المفترض هو يعني المايسترو بتاع الملعب يعني هو المتحكم في الاداء المتحكم في الريتم المتحكم في الكوره المفترض اللعيب اللي بتشتغل عليه ان هو يعمل لك الباصات البينيه الباصات السحريه زي ما بنقول بلغه الكوره هو النهارده مش متواجد في قلب الملعب فده مخليه عندك مشكلتين المشكله الاولى ان انت ما عندكش تحكم في الاداء الهجومي المشكله الثانيه ان انت عندك مشكله في الحته الدفاعيه انت ممكن لو مش عايز تشتغل ب10 ممكن تلعب ب3 على فكره ميدفيلدرز وتخلي عشان تقفل كمان المشاكل اللي موجوده عندك في الحته الدفاعيه انت مش بس عندك حته مشكله في الحته الهجوميه عندك كمان مشكله في الحته الدفاعيه لان انت دايما على طول اول ما بيقطع وده اول ما بيقطع الكره اسمه وده اللي اتكلمنا عليه قبل الماتش انك بيقطع 1-2-3 تلاقيه بيعمل ثرو باس من ورا الاثنين الباكين اللي موجودين عندك فالنهارده عندك حل من الحلول يا اما تلعب ب3 فلات ويبقى عمرو السوليه هو المتقدم يقوم بدور البلاي ميكر في بعض الاوقات وبكده تقفل نص ملعب او انك تغير مثلا برونو سافيو او تغير من ادائه في الملعب يبقى في بعض التعليمات انه ينزل تحت شويه قدام الاثنين الميدفيلدرز عشان يبتدي هو يتحكم في رتم الاداء. الاثنين اللي قدام عبد القادر وكريم فؤاد محتاجين برضو نخش القلب شويه احنا كل كوره بنستلم على طرف الملعب محتاجين نخش القلب شويه محتاج شريف كمان يتحرر يطلع بره شويه عبد القادر يدخل جوه شريف يطلع ناحيه اليمين كريم فؤاد يخش في قلب الملعب عشان يبقى لينا شكل جيد في الحاله الدفاعيه وعشان كمان تخلق مساحات تقدر تشتغل فيها صحيح. لكن البطء اللي بنشتغل بيه او طريقه اللعب بنشتغل بيها اللي على السايدز بس كده على الجنبين دي اعتقد يعني هيقدروا يقفلوها اسمه لازم يا كابتن ايمن تنزل الشوط ده وانت متاخر بهدف لازم تحس انك انت متاخر بهدف لازم تحس بخطوره انك انت لازم ان شاء الله ناقص 3 نقاط كل توفيق النادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه انتظرونا